الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، لازلنا مع لامية الأفعال زيادات بن زين زيادات الحضرمي، وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ لما له مفعل أو مفعل جعل من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة والزائد اختزل من ذي المزيد كمفعات ومفعلة ومفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد احتمل. عندنا يصاغ من غير ذي الثلاث للدلالة على مصدره الميم وظرفه اللذين صيغ لهما المفعل الذي أخذنا هنا مفعل ومفعل، مفعل ومفعل على وزن المفعول من ذلك الفعل. أدخلته مدخلا، أخرجته مخرجا، انطلق منطلقا، استخرج مستخرج. هذه ما يتعلق بالبيت الأول. الآن عندنا لما له مفعل أو مفعل جعل من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة. الآن عندنا في بناء المفعلة، عندنا تبنى المفعلة لما يأتي، عندنا تبنى وصفا لما هو سبب أو لما كان سببا لكثرة الشيء من اسم ذلك الشيء. الولد مبخلة، الولد مجبنة، السواك مطهرة، السواك مرضاة للرب. تبنى وصف للمكان للدلالة على الكثرة من اسم ما كثر فيه، من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة. عندنا فيها لها شرطان. الشرط الأول، لا تصاغ المفعلة إلا من اسماء الأعيان المشتقة، لا تصاغ إلا من اسم ثلاثي أصلا ولفظا أو أصلا فقط بعد حذف زيادة من مزيد الثلاث، أرض مأسدة كثيرة الأسد، أرض مسبعة كثيرة السباع، مفعات كثيرة الأفاعي. الآن عندنا فعل رباعي وأفعلت عنهم في ذا قد احتمل. فعل رباعي من مزيد الثلاثي بزيادة همزة القطع من اسم ما كثر في الأرض ووصفوها باسم الفاعل منه للدلالة على الكثرة بشرط أن يكون الاسم الذي يصاغ منه الفعل ثلاثيا. أعشبت فهي معشبة مأخوذة من العشب، أبقلت فهي مبقلة مأخوذة من البقل، أسبعت فهي مسبعة مأخوذة من السبع. بذلك نكون انهينا هذه الثلاثة أبيات، وصلى الله على محمد.